عزيزي المشاهد سلام ونعمة. أرحب بك في حلقة جديدة من البرنامج الذي يهتم ببناء الشخصية، برنامج على درب المسيح. تكلمنا في الحلقات السابقة عن شخصية الاستقامة والتي تلهم على النزاهة أي الأمانة، الإخلاص، النقاء، الفضيلة، العدل. كما وتكلمنا عن شخصيه اخرى وهي القناعات الراسخه والتي تلهم وتحث على التفاؤل، الحماس والاقناع. ونتابع حديثنا عن شخصيه ضبط النفس والتي عرفناها كالتالي: هي التركيز على الاهداف ذات القيمه بدلا من التشتت والتي تلهم وتحث على الترتيب، التدقيق، التدبير. سعة الحيلة. اليوم سنكمل موضوع شخصية ضبط النفس والتي تلهم وتحث على التوفير وسعة الحيلة. فاهلا وسهلا بكم. دعونا نتعرف على ما تعنيه صفتي حسن التوفير الذي هو حسن التدبير وايضا صفة سعة الحيلة اي حسن التصرف. اولا حسن التدبير. الاشخاص الذين يتمتعون بضبط النفس هم عمليون جدا وايضا اقتصاديون فهم يستغلون ما لديهم من اموال بحكمه وبحرص ويظهر الطلاب ضبط النفس عندما يدخرون من اموالهم بدلا من انفاقها بشكل متهور ثانيا حسن التصرف يظهر الناس فضيله ضبط النفس عندما يكون لديهم حلول كثيره في وقت الطوارئ او المشكلات الاشخاص الذين يتمتعون بضبط النفس يحللون المشكله جيدا ويدرسون الخيارات المتاحه ويبحثون عن الامكانيات المتاحه ومن ثم يستخدمون المصادر المناسبه لحل المشكله بنجاح عندما يواجهون موقفا عصيبا ويبدو الحل غير متاح فإن هؤلاء الأفراد واسعي الحيلة يبتكرون حلولا خلاقة من أجل المشكلة التي تواجههم. يظهر الطلاب ضبط النفس عندما يوافقون على دمج مواردهم وامكانياتهم والعمل معا في مشروع كبير يصعب انجازه بواسطه شخص واحد. دعونا نتعرف اليوم على قصه من الكتاب المقدس ماخوذه من اعمال الرسل الاصحاح السادس والاعداد من واحد الى سبعه ونقرا. وفي تلك الايام اذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين ان اراملهم كنا يخفل عنهم في الخدمه اليوميه فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي ان نترك نحن كلمه الله ونخدم موائد فانتخبوا ايها الاخوه سبعه رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمه فنقيمهم على هذه الحاجه واما نحن فنواظب على الصلاه وخد وخدمه الكلمه. فحسن هذا القول امام كل الجمهور فاختاروا استيفانوس رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس وفيلبس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيكولاوس دخلاء انطاكية الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايادي وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم وجمهور كثير من الكهنه يطيعون الايمان الشخصيه المسؤوله يجب ان تحدد وتشدد نرى أن الشخصية المسؤولة تستجيب لحاجة إلى مزيد من القادة والعمال ونلاحظ أيضا أنه لم يجرى أحد تصويتا لتحديد أولئك الرجال من يكونون فإن القادة الأشخاص المسؤولين اختيروا اختيارا وقد كانت في فكر الرسل مؤهلات خاصة من جهتهم إذا اختاروا رجالا كانوا اولاً معروفين في دائرة نفوذهم قالوا انتخبوا سبعة رجال منكم. ثانياً قادرين على الخدمة في وسط فريق. قالوا سبعة رجال. ثالثاً يثق بهم جمهورهم كان مشهوداً لهم. رابعاً مزودين بالقوة للقيام بالمهمة. يقول الكتاب كانوا مملوئين من الروح القدس. خامسا اكفياء مدبرين واذكياء مملوئين حكمه. سادسا مسؤولين قالوا فنقيمهم على هذه الحاجه. دعونا نتعرف على الشخصيه وقانون الاولويات الاشخاص المسؤولين يعون ان النشاط لا يعني بالضروره هو الانجاز لا ينمو الاشخاص البته الى حد يكفون فيه عن الاحتياج الى تحديد الاولويات فهذا امر يظل الاشخاص الصالحون يفعلونه سواء كانوا مسؤولين عن مجموعه صغيره او يخدمون في رعايه كنيسه او يديرون مصلحه محدده او يراسون شركه بمليار دولار والأشياء التي تؤتي أكبر مكافأة شخصية هي مضرمات النار في حياة الشخص المسؤول فلا شيء يشحن المرء مثل الشغف الحماس وقد قال أحدهم ما أكثر الأشياء التي تجذب عيني ولكن ما أقل الأشياء التي, التي تجذب قلبي فاقضي وقتا في إعادة أولويات ومسؤولياتك الشخصية أنت منتشر فوق المكان كله أم أنك مركز على الأمور القليلة التي تؤتيك المكافأة الفضلة فإنما النجاح الأكبر يتحقق حين تركز جمهورك على ما يهم حقا أضبط تركيز شخصيتك بتوسيع نظرتك لعلك مثل الرسول بطرس اول خدمته ممتلئا من الشغف لكن مفتقرا الى التوجيه فالخبر الطيب ان لديك نصف المعادله ولكن الخبر السيء انك ان كنت لا تدري اين تمضي فسوف ينتهي بك المطاف الى المراوحه في مكانك وما هو اسوا من ذلك انك قد تقضي سنين وانت تمضي في الاتجاه المغلوط كليا ولكن حين تكون على ثقة وحسن تدبير وسعة حيلة أي حسن التصرف من الاتجاه الواجب تصير أولوياتك أكثر وضوحا ويضفي على أفعالك معنى عظيما فالمعادلة الكاملة تبدو شيئا من هذا القبيل شغف عظيم زائد رسالة واضحة يساوي أفعالا مركزة فلما جاء اليهود اليونانيون الى الرسل شاكين، علم الرسول بطرس انه بسد حاجتهم الملموسه يستطيع ان يدفع الرساله قدما، ولكنه عرف ايضا ان ليس من اولوياته ان يقوم بسد الحاجه شخصيا، لقد كان واعيا ان عمله كان التركيز على حاجه الناس الحقيقيه، اي ان يسمعوا حقا كلمة الله وبدلا من محاولة القيام بكل شيء أوكل المهمة إلى سبعة رجال كان يعلم أنهم أكفاء ويمتلكون سمات الشخصية للإطلاع به ونتيجة لذلك سدت كلتا الحاجتين وبالنظر إلى وضع وشخصية الرسول بطرس والرسل عن كثب يمكننا أن نتعلم الكثير عن ابقائنا التركيز على الاولويات في حين ترى الصوره الكامله ايضا، وقد بين الرسل انه حين تنشا حاجه ما فاصحاب الشخصيه ذات التركيز اولا يحددون شرعيه الحاجه، الذين يمتلكون المسؤوليه الشخصيه القويه يسبقون غيرهم دائما بان يميزوا متى ينبغي القيام بإجراء عملي ما ويفكرون حالا في كيفية مباشرته فقد علم الرسل ان عدم تلبيه طلب اليهود اليونانيين قد يفقد الكنيسه زخمها غير انه بدلا من محاوله سد الحاجه بنفسهم مثل ما يفعل قاده كثيرون قرروا ان ذلك ليس في طليعه اولوياتهم وتصوروا طريقه اخرى لتلبيتها. هنا نجد حسن التدبير وسعه الحيله اي حسن التصرف. فكيف تكون رده فعلك حين يطرح جمهورك امامك حاجه حقيقيه؟ هل تتوقف عما تكون قائما به وتحاول حالا الاعتناء بها؟ ام هل تومئ براسك علامه على الاهتمام ثم تنحي الامر جانبا وتنسى ام تقتدي بالرسول بطرس وباقي الرسل فتبقى على الصوره الكامله وتحدد اي تصرف يفي بالغرض وفقا لاولوياتك ثانيا اصحاب الشخصيه ذات التركيز يتطلعون الى فرصه ومسؤوليه قياديه وحتى لو لم تكن احدى الحاجات الشرعيه اولويتك فقد توفر لواحد من جمهورك فرصه للتعلم وقد راى الرسل سريعا ان المضي في تعليم الكلمه اهم من توزيع الطعام بالنسبه اليهم غير انهم ايضا وجدوا فرصه لاستخدام الوضع في تنميه بعض القاده الطالعين وهنا نجد حسن التدبير وسعه الحينه الحيله اي حسن التصرف. فهل جمهورك واحده من اولوياتك الرئيسيه؟ قبل ان تضع شيئا نار خلفيه قدر مدى ملائمته لواحد او اثنين من جمهورك، وتذكر ان الشخصيه الاكثر فعاليه ينبغي ان تركز فقط على الامور القليله وهم يثقون باتباعهم للقيام. بالباقي. ثالثا اصحاب الشخصيه ذات التركيز يفوضون المهمه الى اشخاص اكفاء. ان التفويض اداه اساسيه من ادوات تنميه الشخصيه للفرد، فاذا ما احسنت استخدامه يمكن ان ينقل فعاليتك الى مستوى جديدا كليا، وحالما قرر بطرس وسائر الرسل ان تلبيه الحاجه المطروحه شخصيا ليست اولويه عندهم اختاروا بدقه فريقا من سبعه رجال جهزوهم ناضجين وقادرين على تولي المهمه عنهم وحيث يكون التفويض واردا يترتب عليك دائما ان تختار الاشخاص المناسبين فليس اسوا من الاضطرار الى النظر في حاجه ما من جديد لان الشخص الذي عينته لتلبيتها لم يكن كفؤا فان ذلك يقلص فعاليتك ويمكن ان يسيء اخيرا الى مصداقيتك كمسؤول وعليه فقبل ان تنتدب احدا للقيام بمهمه ما تيقن بانك تعرف مهارات قومك وقدراتهم هذا يقودنا الى حسن التدبير وسعه الحيله اعزائي المشاهدين دعونا نذهب بكم الى فاصل قصير ثم نعود لمتابعه حلقتنا فابقوا معنا اعزائي المشاهدين الكرام عدنا اليكم لمتابعه هذه الحلقه من برنامج على درب المسيح ونواصل الحديث عن سمات الشخصيات ذات التركيز ونكمل في النقطه الرابعه اصحاب الشخصيه ذات التركيز يثبتون ويكلفون رجالهم علنا لقد وضع بطرس وسائل الرسل فريقهم المختار على طريق النجاح فانهم لم يكتفوا بالتيقن ان سبعه مناسبون جيدا لسد الحاجه القائمه بل ايضا قدموهم الى الجمهور بوصفهم شخصيات مسؤوله ذوي جداره وبعلمهم هذا عززوا الثقه واليقين ونموا سمات الشخصية لدى أولئك الرجال حتى ينجحوا في المسألة إلى التمام فأي الأمرين أهم عندك أن تفعل الأشياء أو أن تعمل بالطريقة الصحيحة إن أشخاصا كثيرون ينساقون إلى التسرع في تجميد وإيكال مهمة ما حتى يتمكنوا فقط من شطبها من جدول أعمالهم فهم يخطئون في النظر الى التجميد والايكال على انه طريقه لانقاص الانشغال بدلا من زياده الفعاليه غير ان القاده العظام يعون ان فعاليتهم عامل من عوامل نجاح قومهم وهم يضعون في اولوياتهم معاونتهم على النجاح فان الرسول بطرس شانه شان جميع القاده الفعالين فهم الفرق بين النشاط والإنجاز وقد نظر إلى كل حاجة دائما من خلال العدسة الكبرى أولا أي رسالة الأساسية ثم ركز البؤرة على ما ينبغي أن يفعله هو أولا من حسن التدبير وحسن التصرف من خلال سمات الشخصية التي يمتلكها ثم ركز البؤرة على الآخرين ونتيجه لذلك يقول الكتاب المقدس ان عدد المؤمنين بالمسيح تضاعف باطراد تحت لواء سمات شخصيته وقيادته هو وسائر الرسل دعونا نتعرف على ايات كتابيه من الكتاب المقدس رساله تيتوس الاصحاح الثاني والعدد الثاني يقول ان يكون الاشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين اصحاء في الايمان والمحبه والصبر. وايضا في رساله بطرس الاولى والاصحاح الاول والعدد الثالث عشر يقول: لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحين فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمه التي يؤتى بها اليكم عند استعلان يسوع المسيح. في رسالة بطرس الثانية والاصحاح الاول والاعداد من خمسة إلى سبعة يقول: ولهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. أيضا في سفر أخبار الأول والأصحاح التاسع والعشرين والعدد الثاني يقول وأنا بكل قوتي هيأت لبيت إلهي الذهب لما هو من ذهب والفضة لما هو من فضة والنحاس لما هو من نحاس والحديد لما هو من حديد والخشب لما هو من خشب وحجارة الجزع وحجارة للترصيع وحجارة, وحجارة كحلاء ورقماء وكل حجارة كريمة وحجارة الرخام بكثرة. وهنا نجد حسن التدبير. دعونا نتعرف على المرأة ذات التأثير في الكتاب المقدس وهي نقرأها من امثال 31 والاعداد من 10 الى 31. امرأة فاضلة من يجدها لان ثمنها يفوق اللالئ. بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمه تصنع له خيرا لا شرا كل ايام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم اذا الليل بعد وتعطي اكلا لاهل بيتها وفريضه لفتياتها. تتامل حقلا فتاخذه وبثمر يديها تغرس كرما تنطق حقويها بالقوه وتشدد ذراعيها تشعر ان تجارتها جيده سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها الى المغزل وتمسك كفاها بالفلكه تبسط كفيها للفقير وتمد يديها الى المسكين لا تخشى على بيتها من الثلج لان كل اهل بيتها لابسون حللا تعمل لنفسها موشيات لبسها بوص وارجوان زوجها معروف في الابواب حين يجلس بين مشايخ الارض تصنع قمصانا وتبيعها وتعرض مناطق على الكنعاني العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الاتي تفتح فمها بالحكمه وفي لسانها سنه المعروف تراقب طرق اهل بيتها ولا تاكل خبز الكسل يقوم اولادها ويطوبونها زوجها ايضا فيمدحها بنات كثيرات عملن فضلا اما انت ففقد عليهم جميعا الحسن غش والجمال باطل اما المراه المتقيه الرب فهي تمدح اعطوها من ثمر يديها ولتمدحها اعمالها في الابواب. وصف رائع للمراه التي تمتلك وتظهر سمات الشخصيه في حياتها. من امراه فاضله تدبر بيتها وتحسن التصرف باستقامه وانضباط ومقدره. هذه الزوجه والام قائده ليست لانها تسعى لان تكون في عداد القاده، بل بسبب هويتها وماهيتها. دعونا نتعرف على رصيدها اولا هي محل ثقه ثانيا تاثيرها ايجابي ثالثا هي عامله مجتهده رابعا تتقن التخطيط خامسا تحرس وتحمي ودعونا ايضا نتعرف على انجازاتها اولا تسد حاجات بيتها ثانيا تستثمر لاهل بيتها ثالثا تبقى مستعده دائما رابعا تساعد زوجها على النجاح ودعونا نتعرف على توجهها اولا هي راضيه ثانيا هي سليمه ثالثا هي راحمه رابعا مضحيه وخامسا معروفه دعونا نتعرف على مدحها اولا مدحها من عائلتها وليس من عائلتها فقط ثانيا مدحها من زوجها وايضا ثالثا مدحها من كلمه الله وايضا رابعا مدحها من اعمالها ماذا يحدث لو غاب عنا شخصيه ضبط النفس سنجد الإهمال في إنجيل متى الأصحاح الثاني عشر والعدد ستة وثلاثين يقول ولكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين عزيزي المشاهد عليك أن تنمو في سمات الشخصية مظهرا ضبط النفس التي تلهمك على الترتيب، التدقيق، التدبير، وايضا سعه الحيله، لكي تستطيع التركيز على الاهداف ذات القيمه ذات القيمه بدلا من التشتت، لكي تنمو لتصير على صوره ومشابهه السيد المسيح. واختم هذه الحلقه في ايه من الكتاب المقدس. مأخوذة من رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية والأصحاح الخامس والأعداد 22 إلى 23 وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداع تعفف ضد أمثال هذه ليس ناموس عزيزي المشاهد شكرا لك على حسن استماعك والى اللقاء في حلقه جديده وشخصيه جديده من برنامج على درب المسيح